بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان هسه راح اتكلم عن الاسس التربويه للحقيبه التعليميه. طبعا احنا لما نعد الحقيبه التعليميه يوجد مجموعه من الاسس التربويه اللي ينبغي ان نراعيها ونتبعها من اجل نحقق اعلى فاعليه وباقل جهد لعمليه التعليم والتعلم. وهذه الاسس انا راح اختصرها لكم. اولا نستخدم الاسلوب المنهجي وناخذ مدخل النظم، نحدد الأهداف ونختار مادة تعليمية ونعد الخطة ورسم المسارات. 2. تنوع الخبرات، ويشمل هذا الأساس تنوع مجالات الخبرة المتعلم كالخبرات الحسية والخبرات المجردة والممارسة العملية. 3. نعدد الوسائل، لا نعتمد بالحقيبة على نوع واحد من وسائل التعلم، بل على أساس اختيار أنسب الوسائل لتحقيق كل هدف من الأهداف التعليمية. 4. نحقق مبدأ التعلم الهادف. إن منهج النظم يؤكد على أهمية تحديد الأهداف وصياغتها بشكل أهداف سلوكية. 5. الإيجابية والنشاط بالتعلم، إن وضوح الأهداف وجود تعليمات خاصة حتى نحقق هدف يوضح للمتعلم طريقة التعامل مع المواد التعليمية. 6. نوع أنماط التعليم، نسوي التعليم للمجاميع الفردية والمتوسطة والكبيرة. 7. سهولة التداول. إذن هاي هي الأسس التربوية التي تستخدم في إعداد الحقيبة التربوية. فأهمية هذه الأسس وفوائدها، نحقق أهداف تعليمية، نسير بالبرنامج بحسب مستوى وسرعة المتعلم، نجنب الطلاب الضعف الشعور بالنقص، نستخدم التشخيص الفردي للطلاب، نجنب الطلاب للشعور بالخوف، نحقق مبدأ التعاون بين المعلم والمتعلم.